بسم الله. لو رحنا لانسيرت لينك مانيج لينك، الاقي هنا اللينك اللي انا ساحبه دوت في حاجه اسمها باس تايب. هل الباس تايب دوت ريلاتيف ولا ابسوليت؟ لما اقول له ريلاتيف بيبدا يجيب لي المسار من اول ما حصل اختلاف. يعني لو انا في فولدر اسمه ميكانيكال والتاني في فولدر اسمه اركتكشر، بيبدا يجيب لي من اول الاركتكشر. انما لو انا اخترت ابسوليت بيبدا يجيب لي المسار كامل من اول حرف الدي. انا شخصيا بحب استريح على ريلاتيف، لان كده بيبقى فيه ارتباط بينهم. لو انا خدت الاسطوانه او خدت الشغل ده من درايف لدرايف تاني، كلهم بيتقروا بدون مشاكل. انما لو انا عاملها ابسوليت لازم احطه في نفس المسار ده كله، والا هيبقى في مشكله. يعني لو الدي بس اتغيرت لاي، خلاص مش هقدر اشوف حاجه خالص.